الرئيس راح نقول لك برا. احنا يا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال الثروة السياسية النظيفة في الجزائر هي الشباب. نعم. وقال رئيس الجمهورية دافعوا لبلادكم. نعم. وانا كشاب جزائري ووطني راني ندافع لبلادي. بصح الرئيس راني عدت نتلقى بالسب والشتم من عضو من اعضاء في المجلس البلدي. راني قدمنا به شكوى عند الوكيل الدولة. جايا هاو هنا الوالد يلقي يعيط لعبد المجيد وعيط لهم ودير لهم الصلح. والله يا رئيس عدنا اكم خوت اسمح لي اكم خوت وانا في رمضان وانا في العواشر وانا في الايام يعني المباركه الصلح خير ها الصلح خير. والله يا رئيس قلوبنا بيض قلوبنا بيض والله قام مسامحين. عليه صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انسان طيب الله يطيب شانك انسان وطني الله يحفظك وانا نعرفوك الله يحفظك كبر خاطرك وبيض قلبك وانا في الايام البيضاء هاو سيد الوالي دوك يعيط لكم مع رئيس الدائره مع رئيس البلديه مع الامام تاعنا وعيط لعبد المجيد ويديروا الصلح وتوصفها ان شاء الله وراكم قاعد تجروا على جال البلاد على جال المصلحه العامه.